وتفاصيله والخلاف اللي وصل لهذه المرحلة مع الطلبة ما يكلفك كثيرا؟ ما تتعرض لتهديد من أطراف؟ شوف للأمانة أولا يعني أنا من النوع اللي مهذب ومحترم حتى بطروحاتي ما عليك زود. ومن قبل جميع الشارع الرياضي، ما راح أتكلم عن الشارع الرياضي، من جميع الشارع الرياضي من طلع بالحلقة الأخيرة أنا هسه التهديد والمسج اللي وصلني يعني مهدديك؟ وصلني التهديد والمسج، يعني ما راح أنسبة على أنه إدارة نادي الطلبة أو حسن. أنت تعرضت لتهديد هسه سمعك إياه المسج، فأنه رجال ومو رجال وما طالع من ظهر أبوك. أبو حسين إحنا عراقيين ونعرف الأشياء المبطنة. أنا همين ابن عائلة وابن عشيرة وابن كريم عجيل الحميداوي، والدي خلف 7 زلم، خلف علي كريم، خلف حسين كريم، خلف علي حسن كريم، خلف عباس كريم، خلف عبد الله كريم، خلف طالب كريم، وأخيرا أصغرهم المحترم مهدي كريم. مهساني ما أقدر أحكم ولا أعرف، لأن ما أعرف شنو التهديد وصيغته. أسمعك هي صح رياض؟ إيه طبعا. شنو نوع التهديد؟ شنو طرح الأسلوب الطريقة؟ أنا قلت لك إنه هذا المسج مو عن طريق الإدارة أيا كان. أنا أتحدث عن نجم دولي خدم المنتخب الوطني ورفع علم العراق وتعرض. حتى لا يقولون إنه بس والله مو دفاعا عن مهدي، بس هو يجوز غير لاعب مهدي مسالم إيه هي صداق لك حتى لا للأمانة حتى لا يحسب لجهة، لا يحسب لجهة أو إنه نادي الطلب، لا مو بعدين عن هذا الموضوع. زين أنا أسمعك يا ما أعرف إن المايك إيه قرب عليك مايك. بغداد الجديدة بالنعيرية، والله قلت لك لو يبقى من عمري يوم. أنت المفروض تقول أنا قدوة، تقول أنا قدوة أكثر هنا مدينة الصدر. من قلت لهم يقولون عد هو قدوة للشعب العراقي، لاعب منتخب، لو يبقى من عمري يوم أكتلك إلا قعدك بعربانة. ما أكمل عجيب. ما أكمل المقطع. طبعا هذا الموضوع هسه راح بالقتل، تهديد بالقتل. هذا راح يثار. حتى أقول لك أنا مسالم، إخواني ما يعرفون بالموضوع، فقط طالب اللي هو أكبر من عندي يعرف بالموضوع، وشخص أكون له كل الاحترام والتقدير في منطقتنا، ما راح أذكر اسمه، في منطقتنا اللي هو تدخل بالموضوع وعرف الشخص. عرفتوا هذا الشخص؟ عرفنا الشخص. وشنو إجراءاتك القانونية تجاهه؟ ما عرفنا أنه هذا فقير غلط هدد بالقتل. المهم لين الشخص قلت لك اللي هذا حيتمادى، الشخص هذا حيتمادى، انا ما اعرف هذا منو الشخص ومنو دافع ويا جهه، بس هذا تمادي، هذا باكر يصير على قصي ونشأت ويونس الشخص اللي وصل له، اللي قلت لك هو من منطقتنا، كل له كل الاحترام والتقدير اللي وصل له. طبعا باسم عباس يعرف الموضوع، خابرني باسم عباس على هيك موضوع وصل له، و خلينا نقول نحل الموضوع. قلت لك لا عشيرتي تعرف، تفضل مسج من طايش يشردك انت وعائلتك. صح، مسج من طايش يعني يشردك انت وعائلتك. لو عندنا شواهد كثيره ترى راحوا ضحيه هذه الاحداث. حديب مجهول الله يرحمه الاحداث اللي صارت في كربلاء يا رياض، وين راحوا؟ صباح القرعاوي مدرب كربلاء الله يرحمه، مو هواي صارت شواهد وناس انقتلت وراحت ضحية هذه الصراع. صح، ضوابط ماكو. ليش احنا شنو بعيدين عن التهديدات؟ كم تهديد وصل لك وصلني؟ ها؟ 6 طلقات انضربت، ما شنو هاي؟ يعني هيك شافون يمشي على طول قالوا خلينا نكسره هيك بدون فايدة؟ هي هذا كله لو يحكم بأنظمة تنطي قيمة للصحفي للإعلامي وتنطي قيمة مع احترامي قيمته محفوظة للاعب، مؤسسات رصينة تعرف شلون ابن أقول لك